شوية حاجات بسيطة في ورق ال MCQ اللي هو صفحة صفحة 27 في ورق في عندنا بيقول لك ايه بقى سيدي؟ خلي بالك اصل الجمل دي مش مثلا جمل انا مألفها، لا ده دي خلاصه مجموعه كبيره من اسئله الام سي كيو. فانا متكي على الجمل اللي ممكن تعدي عشان تسد الايه؟ الخلل بتاعي، فهمت ازاي؟ The commonest cause of traveler diarrhea، خلي بالك بقى ما تجيش تقول لي روتا فيروس. ايكولاي. روتا ده في الاطفال مالناش دعوه بيه، روتا حتى بص روتا طفل. كان فارغ يعني. lab of typhoid fever during first week يبقى blood culture. serum sickness يعتبر example ل type 3 hypersensitivity الذي هو immune complex. سيامين ديفيشنسي طبعا ده بيعمل بريفرال نيوروباثي. مالطا فيفر اللي هي بروسيلا، بص بقى البواخر يقول لك بقى بروسيلا ميليتينيسيس ولا بروسيلا سو بروسيلا ابورتس. السؤال ده مثلا ممكن اي حد يقع فيه. سالمونيلا ممكن تعمل اوستيومايلايتس على فكره، وممكن تعمل بايلونيفرايتس وتعمل ايدوكاردايتس. طبعا قول سورتر ديزيز فاكرينه ده الانثراكس. بوتيوليزم بيعمل باراليسيز زي مايسينيا بس ما يعملش حاجه سنسوري ولا يؤثر على البيوبيا. طبعا مش لازم كلمه بونتياك فيفر بيقولوا عليها من الفيفرز اللي بيعملها الليجيونيل. بوتيوليزم توزيز ديبلوبيا، شايفين بيعمل توزز وديبلوبيا لكن ما يأثرش على البيوبيا. فيلز ديزيز او الفايلز ديزيز اللي هو الليتوسبايرا بيعمل كونجكتيفال سفيوجن اللي هي العينين الحمراء وبيأثر على الكلى بيأثر على البرين لو عايز تكتب كمان ويأفكت الليفر بيزود الليفر انزيم كمان. خلي بالك بس لما بيزود بقى التوتال ليكوسيتيك كاونت بيعمل ليكوسايتوزيس. البريوديك فيفر او اللي بيسموها ريلابسنج فيفر ممكن تبقى لينفوما، ممكن تبقى بروسيلا، ممكن تبقى اف ان اف، كل دي ممكن تعمل بريوديك فيفر. واللينفوما كانت الفيفر بتاعتها ليها اسم سميناها امبارح بيل ايبشتاين فيفر. الكيو فيفر مش مهم قوي دي ترانسميت بالتكس. ايبشتاين بار فيروس اسوشيتد ويز انفكشس مونونيكليوزز بركت سيل لينفوما نيزوفارينجال كارسينوما. ولذلك ايبشتاين بار ده برضه هي دي المشكله بتاعته، ان هو يعني ممكن يعمل انفكشس مونيكروز والقصه تخلص بس ممكن يجي بقى على اللونج ران يروح عامل لي ليه بيريتيت قوي بيريتيت قوي الايه الريتيكلو اندوثيليال سيستم. بيريتيت مين؟ الريتيكلو اندوثيليال سيستم. تحب اقول لكم اسم قديم قوي للانفكشس مونيكروز؟ اقدم اسم في الدنيا كان اسمها زمان عارف ايه؟ ريتيكيولوزيس. بص الاسم عامل ازاي عشان الاندوسيليان ريتيكيو اندوسيليسيس كان اسمها ريتيكيولوزيس يعني لينفويد بروليفريشن. فساعات بيروح قالب بالينفويد. اما ان شاء الله يا ما تقلقش فيكشس مونونيكلوزيس سبلينوميجالي
امبسيلين سكين رياش معروفه دي، بورن هولم ديزيز اسمها بلورودينيا، يعني تلاقي المريض عنده شيست بين نتيجه انتركوستال مايوسايتس وبلوريزي، هتلاقي البورن هولم دي موجوده في نظر للتشيست وفي عمل للتشيست برضه. لكن في واحده اسمها تايتيز سندروم، لو تفتكروها كان كوستوكوندرايتس، كوستوكوندرايتس مهم او ريفر بلايند، بس دي مش مهم. نيموسيس كرينياي تريتد باي كوتراينوكسازول او بنتاليدين، ريكتال بايوبسي ده دياجنوستيك للهارزيزيس اللي اسمها ريكتال سناب، لانه بيقدر يعرف الاوفا هل هي فايبل ولا لا. بين بوينت بيوبل اوكيرز انفونتاين هيموريج، والاوبيك والأورجانو فوسفرس لكن not with النيبرامين اللي هو ترايسايكليك انتي ديبريسنت. ستول انفكشن، اتروفيك فاجينايتس، ديمنشيا، الحاجات دي بتؤدي الى يورينري انكونتنس الالدر، ساعات الستول انفكشن يعمل كده، تلاقي الكولوم بقى ديستندد ويضغط على البلادر، فتلاقي الواحد عمال يجيب بول على نفسه. Effect of age on drug metabolism is due to decrease lean body mass. يعني ايه lean body mass؟ ايه المقصود بيها؟ يعني ايه؟ اللي هو الخساسان، سوري بقى، في العضل، في اللحم نفسه، العضلات مش الفات. يعني هو دايما يجي يقول لك ايه، في اجهزه تقف عليها كده، جهاز اجهزه غريبه كده، يقول لك انت جسمك فيه فات قد ايه وفيه ماسلز قد ايه، فهو وزن الماسلز بتاعتك الخالص، اللحم الصافي زي ما بيقولوا، ده اسمه لين بودي ويت. لان الانسان الكبير في السن بيحصل له مشكله، كل ما الواحد يكبر هتلاقي عضلاتك عماله تقل، تخس زي عضلات جسمك كلها. فايه اللي بيعوض دي بقى؟ اللي هي بقى الرياضه والحركه والكلام ده، وتلاقي الخساسان كله بيبقى في المسلز. بالعكس ممكن الدهون تبقى زي ما هي، وتلاقي الواحد مرهرب كده لان عضلاته خست، فتلاقي الجسم كله فضي من العضلات والفات زي ما هي، فتلاقي الايدين والرجلين تحس، تلاقي ان الراجل كده بيبقى، لو تاخدوا بالكم يعني دي حاجات احنا عارفينها. طيب فورس هارت ساوند، لا سوري، ان ذا ايجد يعني في المسن، مش كده ولا ايه؟ ان ذا ايجد زرار انكريز يوريك اسيد، مش مهم الكلام، ايه اللي بتاع الجمله دي فيها حاجه؟ فورس هارت ساوند ان الدرلي does not imply significance. ليه؟ لان السن الكبير ممكن بطبيعه الحال، يبقى ما يجي يقول لك ايه الهارت ساوند اللي ممكن نسمعه في واحد عجوز، قول له فورس. ليه؟ لان الكومبلاينس بتاع الفنتركل بيقل مع السن، الهارت بيبقى ستيف، فتلاقي الاند دايستوليك بريشر بيبقى عالي، فالاتريوم يعمل فيجرس كونتراكشن. الزهايمر treated by دونه زبريل، اسم دواء كده وخلاص. تي ان اف produced by تي لينكوسايت، سيكل سيل انيميا وبوليبوزيس كولاي والبرت سندروم، كل دول امراض وراثيه سنجل جين ديس اوردر. على فكره البرت ده كان عباره عن ايه؟ جلوميرونيفرايتس ودفلس. يبقى خلي بالك، يبقى ايه علاقه الكلى بالودن؟ في علاقتين. قول له البرت سندروم ده نوع من الجلوميرونيفرايتس ومعاه دفلس، او لو مريض عنده خد امينوجلايكوسايد، امينوجلايكوسايد ممكن تعمل له دفلس وتعمل له كمان اكيوت تيوبلر نيكروسيس. يبقى انت لما تلاقي عيان ودنه متاثره وعنده الرينال فيلير تبتدي تساله انت خدت امينوجلايكوسايد، يقول لك لا. طب هو الموضوع ده بقى وراثي
يقول لك والله يا دكتور بيقول ان هو وراثي، وتبدا انت تدور تلاقي العيله فيها البورت سندروم. انا اعرف ناس اخوات كده البورت، العيله كده لما فيها ناس البورت كتير وكله بقى بيعمل داياليسز وحاجات. هيموكروماتوزيس is a disorder in chromosome number 6. خلي بالك دي number 6. بابيلوما فيروس على فكره بيعمل كانسر سيرفكس. كان في مرض اسمه جيكوب ديزيز، ده كوزد باي بيريونز. بيريونز ده نوع من انواع الفيروسات، وكان زمان طلع بقى قصة عن الموضوع ده زمان، قال لك جيكوب ديزيز. وجيكوب يعني ايه؟ يعني ايه جيكوب؟ ايه؟ جيكوب يعني هو ايه العربي بتاعه؟ يعقوب. يقول لك مرض يعقوب. يعقوب مين؟ واحد اسمه يعقوب. بس تفتكروه سيدنا يعقوب ولا حاجة؟ لا طبعا، حاشا لله، هذا نبي. لكن جيكوب ده واحد تاني اسمه عم الحاج يعقوب تقريبا، وجاله الظاهر خلل في نافوخه فسموه ايه؟ جنان يعقوب. وكان الفيروس اسمه باريون، وكان يقول لك باريون ديزيز، والدنيا اتقلبت وقال لك ده في فيروس ماشي في البلد والناس هيجي لها، والناس بقت تجري في الشوارع. كل ده يا دكتور من الجماعه اياهم من الغرب، يقعدوا يضحكوا. فده دي برامج عندهم عشان الشعوب اللي زينا، احنا ناس غلابه، احنا نعرف حاجه يقول لك في مرض كذا، في مرض كذا، في هيحصل كذا، وتلاقي الناس تفضل تلف حوالين نفسها، تلف حوالين نفسها، وتبص تلاقي الدول عماله تصرف قد كده على الحكايه دي، وهو ما فيش حاجه، انت مش مصدق الحاجات دي. هيلبانجينا ده كوكساكي فيروس، اللي هي بتبقى فيها سيلولايتس في الفلور اوف ماوس. كوكسيلا برينيتي، خلي بالك دي بتعمل كيو فيفر، ودي احد اسباب الانفكتيف اندوكارديتس. خلي بالك ان الكوكسيلا برينيتي بتكبر الليفر والسبلين، فاحنا دايما يقول لك ايه؟ يقول لك الاندوكارديتس مع سبلينوميجالي. خلي بالك، لكن لما الاندوكارديتس تبقى معاه سبلينوميجالي وهيباتوميجالي، يبقى انا افكر في الكوكسيلا برينيتي. توكسيك شوك سندروم اللي احنا قلناه اهو في الستات، وقلنا ده بيجي في الستات اثناء المينستريشن زمان بقى، اللي هم الناس اللي كانوا ايه ما بيستعملوش اي زي ايام زمان فوات صحيه، او بقى لو حد بقى يعني لسه بيستخدم بقى الحاجات اللي هي ديت، اي ثينك ممكن يعني ليه لا، يعني هم الناس. سكين ترجر از بيست اكزامينيشن فين؟ اوفر ذا كلافيكل. يعني انت ما تيجي ايه يقول لك انت بتشوف الدي هايدريشن ازاي، تقول له يا فندم بشوف الاندر سيرفس اوف ذا تانج الاقيه دراي، وايه كمان ايه والسكين ترجر يعني شد الجلد اشوفه بيرجع ولا، يقول لك فين؟ تروح قايل عند الكلافيكل يا فندم. انت كده صح. ليه؟ لان دي منطقه بتبقى مستخبيه، يعني انت مثلا اي الايدين بقى الوجه الحاجات دي بيبقى الواحد متعرض لشمس وحاجات، فدي بتاثر على الفيابيليتي بتاعه السكن. تانجير ديزيز ده مرض كده يعني مش ممكن تبقى عارفينه قوي، ده هايبوكوليستيروليميا، هتلاقيه موجود في مذكره الكارديولوجي كده، وقلنا الكوليسترول بيبقى واطي وتلاقي فيه ديبوزيت اوف فات في التونسل، ده مرض وراثي، وتلاقي التونسل لونها برتقالي. حتى دايما اقول لكم ايه اللوز البرتقالي دي، ده اسمه تانجير ديزيز، احد اسباب الهايبو كوليستريليميا. اميلدوزيس بتحصل مع البرونكيكسيس روماتويد، مع الليبروسي، مع التي بي، مع المالت المايلوما. جود باستشر تايب 2 هايبر سنسيتيف اللي هو سايتوكسيك رياكشن. خلي بالك كونتاكت درماتايز ده تايب 4. اخر صفحه هيربس لابياليز is classically seen in لوبر نيمونيا. في سؤال زي كده جه،
لك هيربس لابيالس. بص بقى هم بيجيبوا منين، تلاقي كل حته تروح تلاقي نفس الكلام بيلف، لان هي مجموعه من الداتا موجوده في الماركت. اصل العلم ده سوق، سوق في الاسئله وسوق في البروبلم، مش مهمه دي قوي. ان هايدات الديزيز دايجنوستيك اسبيريشن، ساعات وهو بيأسبيريت بيحصل بعض جزء من الفلويد بيحصل له ليكج، بيعمل لي انفلاكسس. زي ما تقول الماده او الفلويد الهايدات سيست هاي الرجي تريتد بالالبندازول. سيستوسيركوزس بتحصل مع التينيا سوليا مش السجينات، وتعالج بالالبندازول. خلي بالك بقى من الهايبوثيرميا، بتحصل مع الهايبوبيتيتيريزم. وكلمة بريفرال سيركيولاتري فيلير يعني ايه؟ يعني شوك. ومع المكسديما، بس يا ريت تكتب مكسديما كولا. بص في سؤال في السوق اهو عن الدفتيريا، شايف ازاي؟ دفتيريا لا تؤدي الى مننجايتس. روز سبوت اوكيرز في الجلد في التيفود. في حاجه اسمها شاركو جوينت. شاركو جوينت يعني يا دكتور تلاقي المفصل بايظ خالص وبقى سولن، في هايبر موبيليتي. بيقول لك اللي بيعمل الحركه دي اللي هو عدم وجود جوينت سنس. يعني انت دلوقتي لما تيجي تقعد قاعده غلط تلاقي مفصلك واجعك شويه، تروح عادل نفسك. مفصلك اتخبط تروح انت شايل رجلك. لا، في ناس بقى مش حاسس بالمفصل بتاعه، بالذات مفصل الركبه والانكل. دول اكتر اتنين احنا ممكن نقعد عليهم ويتلوحوا مننا. فلو واحد عنده المفصل الجوينت سنس وحش، ممكن المفصل بيحصل له باي تايم على مر السنوات الطويله ديجنريشن وسويلنج وهايبر موبيليتي. وانا وصفت لكم مره الراجل اللي كان عنده تيبس بروزاليس، وكان بيجي لنا في الدرس الحقيقه بقى رحمه الله، كان ركبته دي قد كده، ركبه وارمه قوي. فانا كنت امسك ركبته راح اعملها تانيها كده للطلبه، واروح تانيها لفوق كمان. بص كده اروح عاملها كده، العيال كانوا ايه بيخافوا، فاروح ارجع ركبته اروح اعملها كده، اروح اعملها. يبقى ايه؟ هايبر موبيليتي في الجوينت وسويلنج ومفيش اي سنس خالص حاجه. دي اسمها شاركو جوينت، واشتهرت في نفرين، الديابيتك نيوروباسي الشديد والسيفلس. طبعا انتوا بقى اساتذه في الايه؟ في الميزلز. الميزلز بتعمل بريفرال نيوروباسي، يقول لك لا لا. هايبوماجنيزيميا بتحصل مع اللوب دايوريتك. خلي بالك. هايبرفوسفاتيميا مع الهايبوبار، والاكسس جروس هرمون واليوريميا. دول اهم ثلاث اسباب يعلوا الفوسفور، كرونيك كيدني ديزيز والناس الهايبوبارا والناس اللي هم ايه اللي هم عندهم اكسس جروس هرمون، لان الجروس هرمون بيبريزرف الفوسفور. برايمري اميلودوزز لا تؤثر على البرين، مش مهم دي قوي. وانت عندكم حاجه اسمها اكوندروبليز مش كده في الاطفال صح؟ بتعمل ايه في التيبيا؟ بتعمل حاجه في التيبيا؟ ما تنسوش مش مهم. بارادوكسين used in pregnancy induced vomiting. لو واحدة بتستفرق في الحمل بيديها بيرودوكسين. بيرودوكسين ده فيتامين بي 6، وحاجة كمان وبينفع في السيدروبلاستيك انيميا مع الاي ان اتش، لان الاي ان اتش هو بيانتاجونايز فيتامين بي 6، فبيدوه مع الاي ان اتش عشان ما يعملش سيدروبلاستيك انيميا. على فكرة البيرودوكسين دي معلوماتكم، يعني اقول لك عنه معلومة خفية شوية، البيرودوكسين ده بيحسن المود، يعني ليه كده حاجات معينه.
وفي دكاترة في ستات حوامل يجي لها مع الحمل كده اكتئاب احيانا يعني ازاي؟ فالبايروكسيد ده بيحسن الحاجات. Riches source of vitamin B12 the meat and dairy products. لان هم قالوا لنا فيتامين بي 12 دايما السورس بتاعه ايه؟ انيمال سورس. نورمال سيروم كالسيوم 9 ل 11 ولكن الاصح بقى لعلمك من 8.5 ل 10.5. 9 ل 11 ده في الاطفال عندنا احنا 8.5 10.5. diminished renal excretion of uric acid مع الليب. في نوع من الجود كده اطلقوا عليه اسمه ساتيورناين جود. الساتيورناين جود معناه ان الراجل ده بياخد ليد وان الليد بيأثر على الرينال سكريشن. هوموسيستاين لورينج سيرابي فوليك بي 6 بي 12. يبقى الفيتامينات مهمه الفيتامين مهم اهو عشان يخلي الهوموسيستاين ينقل والهوموسيستاين متهم في الاثيروسكلروز. مصاري الكحول طبعا ده بيعمل بلايندنس. باراستامول توكسيستي بنعالجها بالان اسيتالسيستاين. يبقى الان اسيتالسيستاين له ثلاث سبيلات. هو فوار ميوكوليتيك وبيستخدم لمنع الكونتراست نيفروباسي. يعني العيان اللي داخل يعمل صبغه ياخد صبغه انترافينس سواء بسيت سكان انجيوجرافي اي في بي قبلها بيومين بنقعد نديله ان اسيتالسيستاين ويوميها ونفضل ماشيين على ان اسيتالسيستاين ده حسبه اسبوع بعدها. يعني احنا دايما كده قبلها بيومين خليك واخد يوميها واسبوع قدام. هي اكياس بندي كيس على نص كوبايه ميه ثلاث مرات في اليوم. اسمه في السوق كده ان اسيتالسيستاين وفي شركات منزلاه اسيتالسيستاين. وبعدين تقعد كل ما نكتبه بقى للعيان ازاي عشان الكونتراست. طبعا احنا شغلنا كونتراست يعني فاهم ازاي. كل ما نكتبه فتلاقي العيان طبعا يسال لازم يسال الصيدلي هو الدواء ده بتاع ايه. يوم الصيدلي يقول له ايه ده دواء طارد للبلد. بص يروح مكلمين يكلمونا في التليفون الو ايوه دكتور الان اسيتالسيستاين. وهو بقى بيتكلم بقى انا خلاص يعني بص هجيب شيست بين بقى لان الموضوع حصل 300 مره. وبعدين يا جدعان وبعدين تعبت بس يعني فلربما يكون حصل خطا انا يا ابني تعبت خلاص مش عارف اعمل ايه. الكلام ده اخر مره حصل امبارح مثلا امبارح على طول كده فراح كره الدواء ده بصراحه. اه ما انا ساعات بقى ايه ما انا ساعات بقول للعينين وساعات بنسى. ساعات بقول على فكره ده دواء كذا والدواء ده بيستخدم في كذا بس احنا بنستعمله عشان بس واحد بقى الدكتوره بيتعب نفسيا بقى كل شويه نقعد نحكي. ما الواحد ساعات خلي بالك الانسان فيها ايه عنده فلكتويشن في دماغه. هو انت دماغك دي ايه يعني طبعا لا هنعمل ايه بقى احنا وقفنا فين يا تايلوزيس. على فكره التايلوزيس دي كلمه مشهوره في العلم. تلاقي واحد عنده هايبر كيراتوزيس في البالم وفي السول ويكتبوا ان ده بري كانسرس لكانسر اوسوفيجاس. الحركه دي امال ايه هتلاقيها مكتوبه فين بقى الجي اي. ويجي السؤال الكانسر اوسوفيجاس يقول لك انيوميريت بريسبوزنج فاكتورز وبتكتب له تايلوزيس من ضمن الكلام. اي في ايثانول از يوزد ان اي في ايثانول از يوزد ان ميثايل ال اي دي. ايه الجمله دي صح صحيح كده؟ هتقعد دي في الشرع دي ولا ايه؟ لا خلاص مش مهم خلاص. يلا كفايه هبدأ الليفر. طلع لي في الليفر الأول شوية معلومات كده عايزين نتك عليها بسرعة وبعدين نخش على البروبلمز وربنا يسهل.
انا عايزك تجيب لي الكومبليكيشن اوف اكيوت فايرال هيباتايتس. دي مديك كده كده complication of acute viral hepatitis مشهورة ايه بقى يا ولاد؟ هي في حاجات هيباتيك وحاجات اكسترا هيباتيك. الاكيوت هيباتايتس هتبقى كرونيك، الاكيوت هيباتايتس هتبقى فالمنان، دي بتعرفها من بروسرون بالتايم. الاكيوت هيباتايتس ممكن تخف بس يحصل لها ريلاكس، ممكن العيان يخش في برولونج كوليستيزيس. خلي بالك اشهر فيروس يعمل كوليستيزيس ويطول هيباتايتس ايه؟ بيطول الكوليستيز بتاعه، كل ده بيريكفر. في برضه حته البوست هيباتايتس سندروم اللي هو دكتور او حد حاطط الليفر في دماغه وجاله الكبد ويقعد بقى يتخيل ان هو ما خفش وان انا تعبان وان انا مش عارف. في طبعا الهيباتوما دي يعني انا عايزك تحطها تقول ايه بقى؟ انه على اللونج ران بقى ان الاكيوت هيباتايتس سي ممكن يبقى كرونيك هيباتايتس سي ثم سيرول، يعني ممكن نلغيها من الكومبليكيشن لو انت عايزها يعني، او تكتبها بحرص. في بقى حته عن مين؟ عن البتاع ده اللي اسمه جيلبرت. جيلبرت سندروم في ناس بتبقى عندها جيلبرت اللي هو ايه؟ ديفكت في الابتيك. الديفكت في الابتيك ده ممكن يبان ان الدايركت بيلروبين هو عالي شويه. بس بعرفه ازاي؟ ان واحد عنده الاندايركت بيلروبين عالي وما عندوش هيموليسيس خالص. فالعيان اللي عنده جيلبرت لو جاله فيرال هيباتايتس هيحصل له ايه؟ هيتفقس بس لا اكثر ولا اقل. طب ايه الاكسترا هيباتيك مانيفستيشن بقى؟ ممكن بقى حاجات مهمه قوي، ارثرايتس، بانكرياتايتس. اوعى تنسى كرايوجلوبلين، كرايوجلوبلين اشتهرت مع الفيروس سي تعمل من برينو بروليفرات جلوميرولونفرايتس. الاميون كومبلكس جلوميرولونفرايتس البي بتعمل ماجنوفاس والسي بتعمل من برينو بروليفرات ثم اميون كومبلكس ماسكولايتس. وخلي بالك اشهر ماسكولايتس ريليتد للفيرال هيباتايتس بي ثم سي وخصوصا بي هي بولي ارترايتس نودوزا. خلي بالك من دي. يبقى دي كانت قصة كده مهمة عشان تبقى عارفين. وطبعا خلي بالك برضه ساعات بيحصل أنفلاستيك أنيميا، فهو ممكن بقى يروح جايب لك إيه؟ مسألة هيباتايتس روح مدخلها في جلوميرولونفرايتس، مدخلها في فاسكولايتس، روح مدخلها لك. طبعا لو قال جلوميرولونفرايتس في المسألة هيروح حاطط لك زلال في البروتينوريا. لو قال فاسكولايتس ويقصد بولينودوزا هيروح حاطط لك فاسكولار اوكلوجن، يقفل لك بقى البرين ويقفل لك الكورونري ويعمل لك ميزنتريك اوكلوجن ويعمل لك كده والاس ار فيري هاي. فدي بولينودوزا لان الراجل ده اصلا عنده فايرال هيباتايتس. في بعض بروبلمز بقى بتيجي ايه؟ فايرال هيباتايتس مع ارثرايتس، فايرال هيباتايتس مع ابلاستيك انيميا وجاله بان سايتوبينيا. طب ايه سبب البان سايتوبينيا وانا شايف الحاله فايرال؟ حبيبي ذا كومنست كوز اوف بوم مارو ديبريشن از فايرال انفكشن. ايفن هيباتايتس ايه؟ عشان تبقى عارف. هات الكورونيك هيباتايتس كده اللي هي السيفير فورم. انا عايز السيفير فورم. السيفير فورم of chronic hepatitis ممكن تبقى symptomatic خالص، بدليل ان احنا بنشوف ناس عندهم hepatitis C بيبقى discovered accident ولا يضرب حاجه، فممكن يبقى symptomatic. وممكن الليفر يبقى enlarged وممكن الليفر يبقى tender وممكن العيان يبقى عنده زي جوندس، فتلاقي الليفر enlarged tender جوندس بعض constitutional فيفر ماليس حاجات زي كده. لو هي بقى فايرال خلي بالك بقى ان هي ساعات بقى بتدي ايه بقى؟ اكسترا. طبعا هي في الاخر هتخش بقى في ليفر سلفيليا بورت هايبرتنشن. في اكسترا هيباتيك
اهم الاكس بايوتيك في الفيرال بصراحه كده، انت ممكن تعمل ارثرايتس برضه، ممكن تعمل جلوميرولونيفرايتس. اهم حاجه في الاوتو ميون برضه ارثرايتس، وممكن يبقى معاها ايه كمان احيانا ثايرويد واوتو ميون هيموليتيك اني. يبقى دي حاجات كده عن شكل الكرونيك هيباتايتس. انا عايز بقى في الكرونيك هيباتايتس اخش ان احنا السي في فورم البايوبسي بتاعها طبعا هيبقى فيه كلمتين بيسميل وايه؟ بيسميل نكروسز وايه؟ وبريدجنج نكروز. في مربع بقى عندك يقول لك لو كان هيباتايتس بي هلاقي الهيباتايت بي سيرفس انتيجين واضح في الليفر بايوبسي، لو هي هيباتايت سي هتلاقي فيه لينفويد فوليكل او لينفوسايتس كتيره، لو هي اوتو اوميون تلاقي بلازما سيل. فممكن يقول لك ايه، طب هل البايوبسي ممكن يعرفني الايتيولوجي؟ اهو، لكن انا هعرف الايتيولوجي في الواقع من الماركرز، يعني بقعد اعمل بقى فايرال ماركر واوتو اوميون ماركر. الفايرال ماركر احنا حافظينها اللي هي مين؟ اللي هي هعمل هيباتايتس سي انتي بودي، هيباتايتس بي سيرفيس انتيجين، هعمل بي سي ار. لكن في اوتو اميون ماركر كلنا طبعا عارفينها اللي هي انواعها ايه بقى؟ شوفوا لي كده كان في حته فيها اللي هي انواع الاوتو اميون ماركرز، اللي هي كان في تايب 1 وتايب 2. وكان تايب 1 اوتو اميون هيباتايتس كان في اي ان اي وفي ادس نيوز اصل انتي بودي، وتايب 2 ايه كان فيه ال كي ام ليفر كيدني مايكروسوما، مش كده؟ و بي اللي هو سوليبل ليفر، مش كده؟ انتيجين. و بس خلاص يعني. ففي سؤال مره جه يقول العيال ايه؟ اتكلم عن الهيباتايتس ماركرز. فانت كان لازم تقول فيرال ماركرز اي وبي وسي وتايرس. ويا سلام بقى لما تكتب الماركر بتاعته بتاعت الانفكشس مونيوكليوز، مش ده فيرال؟ وبعدين تروح كاتب له اوتو اميون ماركر. نيجي بقى نشوف حته جزئيه العلاج. جزئيه العلاج في الاوتو اميون كورتيزون. اهم حاجه تبتدي الكورتيزون كام ملي؟ 30 ملي بريدنيزون. انت بصوا تلاقي هنا 30 وتلاقي في روماتويد 7.5 10. باقي المنهج استخدام الكورتيزون بنتص 60 فول دوز، ثم العين يتحسن، اتحسن جراديوال وذرول لو دوز مينتنس. هنا بقى هبدا ب 30 وبعدين مش لازم دول اسبوع او اسبوع ثاني، هبدا ب 30 ولما الامور تسبسايد همشي على لو دوز مينتنس حوالي 10 ونعمل فولو اب ونشوف. الفولو اب ممكن اعمل بايوبسي، ممكن اعمل انزيمات، ممكن اعمل الماركر الثاني، والله يتحسن خير ما تحسنش يبقى انا هضيف له از سايبرين اللي هو ايميوران وخلاص وانتهينا على كده. طبعا في ناس بتحتاج للعلاج لمده طويله. تيجي بقى بعد الحته دي هات علاج الفيرال. علاج الفيرال انا قلت لك في انترفيرون مع ريبافيرين، انترفيرون مع ريبافيرين. بس خلي بالك ويتش انترفيرون بيجاسس اللي هو بيبقى بيجايليتد انترفيرون، ما تقولش بقى تراديشنال ده خلاص. في بيجاسس اللي هو لونج اكتين اللي هو بيتاخد حقنه واحده اسبوعيا تحت الجلد ومعاها ريبافيرين. ريبافيرين كان جرعته كام؟ كان القرص 200 مللي. القرص ال 200 مللي ده كان بيتاخد اب تو من 800 مللي ل 1200 مللي، هتلاقيه ورا شويه. وجيت انا مليتكم على الشمال ولا ما حصلش؟ قلت لكم في علاج الثلاثي والعلاج الثنائي اللي ما كتبوش اكتبوه. في اللي هو السوفالدي اللي احنا قلنا عليه، وقلنا على السوفالدي ان هو القرص
400 ملي جرام هيتاخد قرص يوميا لمده 6 شهور. ده وانا هدي الصوبالدي ده الثنائي. ومعاه مين بقى؟ مين اللي مع الصوبالدي؟ قلنا ايه بقى؟ ريبافيل. الاثنين مع بعض 6 اشهر. مش كده؟ 6 شهور. انا كتبت في بقى غير الصوبالدي العلاج الثاني اللي هو اسمه ايه؟ الثلاثي زي الثنائي. هو الثنائي 6 اشهر. الثلاثي تحط عليه انترفيرون لونج اكتنج ويبقى كده كان 3 شهور. خد يا استاذه بص القلم كده اكتب بس حد يطلع يكتبها على الصفحه صوفي زين اللي هو الاسم العلمي بتاع الصفات صوفو صوفو زين. في بقى حتة اللي هي صفحة 29 اللي في المربع شوية حاجات بقى كده. أنا ليه بدي طب يا أستاذة يعني أنت بتيجي تكتبي حاجة زي كده تكتبيها فوق حد يطلع يكتبها فوق يا أستاذة حطها تحت دي محدش هيشوفها وقربي هنا كده مش عارف. أنا ليه بدي انترفيرون بقى؟ حسيني خبطت شوية. أنا ليه بقى بدي انترفيرون؟ ليه بدي انترفيرون؟ عشان الفيروس يموت. طب خليكم معايا بقى. ليه بدي انترفيرون؟ عشان الفيروس يموت بس. لا. لأن أنا خايف من البروجريشن طبعا للسيروزز. ما هي دي القصه. بس في حاجه كمان الهيباتوما القصه مش قصه سيروزز وفيروس مات الهيباتوما. طب ايه كمان مهم كمان نعرفه عن الانترفيرون؟ الانترفيرون سيرابي او لعلمك اي سيرابي بنديه دلوقتي الهيباتايت سي لازم يبان الريسبونس في خلال ماكسيمم 3 اشهر. ده كان على العلاج الكونفنشنال. طبعا بات العلاج بقى 3 اشهر وبقى 6 اشهر ويعني الحقيقه النتائج مش وحشه. بس على فكره السوفالدي ده لازم يتاخد في مريض ايدوها كومبنسيتد ليفر. لان العيان هنا بقى ايه بقى اللي بيحصل؟ ان العيان بيبقى الليفر بتاعه تعبان. لا يبقى انا هنا مش هستفيد. وممكن هو نفسه يبقى توكسيك. هو نفسه. طلع لنا كيلو من النت السوفالدي سايد افكتس. حد يعرف يطلعها لي دلوقتي؟ طلع امتى؟ عايزين سايد افكت والسوفالدي. طيب ايه كمان مهم جدا ناخد بالنا منه؟ المونيتورينج زي ما قلنا بعد 3 اشهر لازم العين يستجيب تماما. و في بقى سايد افكت مش كده بقى؟ سايد افكت هيجي بعد كده ولا ايه؟ سايد افكت بقى فلو لايت ده اللي هو مين؟ بتاعت الايه الانترفيرون فلو لايت ومايالجيا ومايوسايتس وبومبر وديبريشن وسيرولايز يعني. بس كل هذه المشاكل بعون الله ريفرس. ايه الصفحة؟ خلاص النبي تاني هتقولنا بقى الايه السيروزز اللي تشايل. نعم والله مرسي خالص.
السايد افكت يا سيدي اكتب فيفر شيلز دي بتراعي شوية باك ايك تايردنس شبه الانتر في اوروبا تايردنس ألسرز في الماوس في اصل في سايد افكت رير بقى بص افكت رير بقى جميله جدا تشينج في البيهيفير فيلينج ساد لوس اوف انترست ثوتس اوف كيلينج هيم سيلف يعني ده الراجل مات يعني انت ممكن يعمل ديبريشن اقول جميل يعني والله يعني يموت نفسه ونرتاح بقى هنعمل ايه ساعات بيعمل انتر كمان دايريه اصل انت لما تقعد تمسك اي دواء وتقعد تقرا السايد افكت تلاقي فيه بلاوي سود طب ليه بيكتبوا سايد افكتس كتيره ليه؟ عشان ايه؟ الشركه بتحمي نفسها الشركه المصنعه يقول لك ما دي سايد افكت مكتوب لكن لو انت مش كاتبها تتحاسب تكتب كل ميتين اوم سايد افكت في العالم عشان ما حدش يقرفنا في عشان عشان كده يقول لك ايه ما هو الدكاتره الكبار ما حدش عارف يكلمه ويقول له ايه ما ده سايد افكت من الدواء دي كومبليكيشن وارده حدش يفتح بقه ده تعب ده حله ايه؟ يتضرب في الشارع استناه وهو نزل وراح عازقينه على الكلام بس خلاص تنزل يوم يتربى طالما انت عامل لي بورون كده نيجي بقى على التشايلد كلاسيفيكيشن التشايلد كلاسيفيكيشن انا عملت لكم فيه تعديل فاكرين؟ تعديل بسيط يعني عايزين بس نراجعه سوا تشايلد دي ايه اللي هو تحت الراوتر دي تشايلد دي ايه شايل دي ايه بالروتين قال من الكلمه الجيران الالبوم اكتر من 3.5 اسايتس ما فيش انكفالوبس ما فيش قلنا النيوتريشنال ستيت دي مش مهمه بي تي اقل من 4 دقايق يعني ايه اقل من 4 دقايق؟ يعني ما زادش اكتر من 4 دقايق وقلنا خليها احسن من لغه الاي ام ار وقلنا الاي ام ار اقل من 1.7 الشايل بي قلنا على ال 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 الالبومين خليه بقى من 2.8 الى 3.5 عدله من 2.8 ل 3.5 وبعدين تنزل تحت الاي ان ار الالبوم الاي ان ار تحت من 1.7 ل 2.3 معلش دي تعديلات الهيد دي سي سي دي بيبقى ايه بقى جميل؟ الالبومين اقل من 2.8 وبعدين تحت اي ان ار اكتر من 2.3 ماشي جميل؟ فوق في حته بقى مهمه جدا فوق اللي هو ايه المتابعه في مريض الليفر سيروزز نقلتوا الحاجات ولا مديها لكم تاني؟ مديها لكم تاني؟ يا عم انت مالك لا طيب يبقى قلنا تاني شايلد ايه؟ التصريح في الاي ان ار بس، اي ان ار اقل من 1.7 يعني بدل بروسون شايلد بي الالبوم بدل 3 الى 3.5 لا هنخليها من 2.8 لكام؟ من 3.5 ده لكيب بقى الاي ان ار في البي 1.7 ل 2.3 السي بقى الالبوم اللي هيبقى اقل من 2.8 والاي ان ار اكتر من 2.3 لان هو دي لغز ممكن يقول لك ايه
العيان عنده في بروبلم جت كده على فكره هتلاقيها جايه، مش فاكر انا قلتها لكم ايه. جابوا داتا بعدين قال لك يا ترى العيان ده كلاسيفاي الفانكشنال ستيت اوف ذا ليفر، هو تشايلد اي بي ايه حلو يعني ليفر سوز جميل بي نص ونص سي ملايين جنيه خلصنا، يعني حاجه سهله جدا. يعني السي اللي هو ايه اللي انتم تشوفوه في المستشفى الجولدز بقى والليفر والسبين والاسايتس والاي دي، وتلاقي الراجل نايم لك عامل لك كده خلاص يا عم انا لسه والله شايف واد عيني اهله مطلعينه من جنب العياده كده الصبح، واد عيني شاب صغير كده يعني عنده بتاع ما يجيبش 30 سنه، اخواته اهله عيني مسجلين وخارج من مركز مصر للاشعه العيانيه، وبطنه قد كده ويسلم شكله جونز ضايع خالص يعني اهو ده سي على طول، ده ملوش حل، ده لا يسرع لا يبتكر مش هزار. تعالى بقى ليه بالصفحه في فوق مربع بيفكرك بيقول لك متابعه الليفر سلوس لازم تتابع بالسونار والالفا فيتو بروتين عشان تشخص الهيباتوما ده، لان الهيباتوما هي الضربه القاضيه. انت ما تبقاش قاضي قوي ان شاء الله اذا ربنا سهل انها تبقى هي بس تمام. طيب مكتوب هنا في العلاج فولو اب ويز سبورت تريتمنت، قلنا زي مين؟ زي السيلي ماري والايه؟ والاورسو فالك او اللي اسمه اورسو ديزوكسي كوليك اسيد. دايما احنا بندي سيلي مارين نقعد نقلل العيانين ايه؟ اللي هو الاورسو فالك. في دواء في السوق لذيذ قوي اسمه اورسو بلس. اورسو بلس ده عباره عن اورسو فالك مع سيلي مارين. يا رب تقولوا خلاص عشان القصه كده. اورسو وفي دواء لعلمكم حلو في السوق اسمه عارفين ايه؟ اسمه هيباماكس. بص ادويه الليفر سبورت دي ده كان في السوق 800 صنف. كل واحد يقعد يكتب اي حاجه بقى. هيباماكس خد ده كمان يلا ليفر، في دواء حلو قوي اسمه ليفر البو. الاسم مضلل. ليفر البو في دكاتره يا عيني افتكروا هو هيزود لهم القلب، هو اسمه كده. طب ليه بيسموه كده؟ نيلو الشاب ليه من الاسامي الغريبه؟ واي اسم الضرب؟ عظيم. يبقى اورسو بلس اورسو هيبا ماكس كل العينين بقى وهيبا نوكسي وهيبا نوكسي هيبا ماكس و تليفون كيما ليفر هذا يعني جميل حلو. بعد كده ايه اللي بقى صح؟ هات الهيمو كروموفوز دي مساله شهيره طبعا، ده الاير اللي هنا فيه اكسسيف ابسوربشن والمرض ايه بقى؟ اوتوسوما ريسيس مش دومينانت يعني جواز قرايب هنا طبعا. المرض ليه سببين، السمول السباينال ميوكوزا فيها عيب ان هي بتابسورب الايرون زياده عن اللزوم، وفي عيب كمان في ماده اسمها هيبسيدين، الهيبسيدين بتطلع من الليفر وهي نفسها بتكنترول الايرون ابسوربشن من الانتستين، يعني بتحد من الايرون ابسوربشن. الحديد ده ضروري بس ابن لذينة جوليس جدا على التيشو. وانا قلت لكم جسم الانسان فيه 5 جرام حديد صح؟ اتفقنا كده مش هقول كده زمان. قلنا جسم الانسان كله فيه 5 جرام حديد، وحتى قلنا اللفظ اللي هو الكوميدي اللي هو جسم الانسان البالغ يحتوي على قدر من الحديد يكفي لصنع مسمار صغير. مش هقول الجمله دي مسمار صغير حاجه. المهم طب الحديد هيترسب فين؟ في الليفر. يوم يعمل ايه؟ مسمار قد كده يوم يترسب في الليفر يعمل ايه بقى في الليفر؟ سيروزز. بس بص بقى جميل سيروزز ولكن يظل الليفر كبير. يقول لك ايه السيروز يا ابني اللي ما بتعملش ايه
شرانك الليفر، قول له هيموكروماتوز مشهوره كده. ممكن كمان الحديد بقى يترسب فين بقى؟ في البرين، ويعمل لي ديمنشيا. ممكن يترسب في البيتيتري جلاند ويعمل هايبوجوناليزم. اوعى تفتكر هو بيترسب في الجونه، هو بيترسب فوق في البيتيتري، هيأثر على الجونه. برضه يترسب في البنكرياس ويعمل دايابيتس، يترسب في السكين ويخلي الميلانوسايت، ويبتدي يعمل لي بقى دايابيتس البرونز دايابيتس، وطبعا يترسب في القلب ويؤدي الى قلب معوكسي. ودي قصه طبعا مشهوره، وقلنا الجمله الشهيره ان القلب الحديدي قلب ضعيف، اذا ترسب الحديد في القلب يصبح قلب ضعيف. وبلاش كلمه انا قلبي حديد، لاحسن قلبي حديدي معناه انك انت عندك قلب معوكس، ما تقولش كده يا ابني، ما تقولش كده. تمام. طب نيجي بقى نخش على التحاليل. طبعا هو هنا المساله مشهوره بقى، ده مريض عنده ليفر كبير وعنده سكر وهايبر بيجمنتيشن والافلام اللي انتوا عارفينها دي. هنعمل تحاليل، اهم حاجه هنثبت ان الايرن بروفايل فيه ايرن اوفر. زي مين؟ زي اللي هو ترانسفيرين ساتوريشن، سيرم كرياتين، والحاجه دي بس. اكتر واحده هي ترانسفيرين ساتوريشن. طبعا ممكن اخد بايوبسي من الليبر، لكن احنا بيكفينا الرنين، ويكفينا ايضا كمان سيت سكان. يعني الرنين وسيت سكان، بالذات الرنين بيقدر يعرف الايرن كويس قوي في الليبر. وجينا قلنا العلاج ببساطه ان احنا هندي مين سكشن، وندي ايرن كيليتور، وبعدين نقعد نعالج بقى الايه؟ نقعد نعالج العيان. الجلد نديله مثلا هرمونات، السكر نديله انسولين، يعني بهذا النمط. وجينا يعني هبقى الويلسون، لان الويلسون هو كمان ده بروبلم. الويلسون برضه اوتوسومال ريسيسيف. طب الكبر ايه بقى مشكلته؟ هو الكبر بينزل من الجسم عن طريق الليفر. يعني بعد ما انت تاكل كبر ده يعتبر حاجه تريس هيلين. لما تاكل انت شويه كبر، واخد بالك انت ازاي؟ تلاقي الكبر ده يبقى ابسورب من الانتستين، يروح للليفر. الليفر يبتدي يعمل ايه بقى؟ يرجعه تاني ينزل في الاسطول مع البايل. هنا في ديفكت في الليفر ده، ان الليفر عميده تو اكسكريت كبر في البايل. المشكله الثانيه السيريولوبلازمين، هو الجلوبلين الحامل للكبر، هو نايل. السيريولوبلازمين ايه وظيفته؟ ان هو يمسك الكبر يوديه في الاماكن اللي هي مطلوبه. لكن لو السيريولوبلازمين مش موجود، الكبر يضل الطريق ويبتدي ان هو يتراكم في اماكن خطا. يبقى انا عندي هنا الكبر هيترصد في الليفر، والليفر مش عارف ينزله. الكبر يبتدي بقى يخبط في الليفر، يعمله هيباتايتس. الكبر اللي ماشي مع السيروبلازمين، السيروبلازمين قليل، ففي كبر بقى فري يبتدي يترصد في الاماكن الخطأ. الكبر بقى هنا لما يترصد في الليفر يقوم يعمل ايه بقى في العيان؟ بص المنظر، ريكارنت هيباتايتس. كل ما الكبر في الليفر يزيد اللود بتاعه، تلاقي العيان يقعد يحصل له تكثيف في خلايا الكبد، ويقول لك ده الوقت تعبان، الانزيمات عاليه، طب اعمل هيباتايتس فايرال ماركر نيجاتيف، اوتو اميون ماركر نيجاتيف. طب دور بقى الحاجات الثانيه، ما تشوف بقى الكبر، وشوف الايرن، وشوف الكحول، وشوف الهيباتوتوكسيك دراجز، يعني ايه اللي معلي الانزيمات. عشان كده انا قلت لكم ايه؟ كتبت لكم مره سؤال انا والاجابه، فقلت لكم ايه؟ مريض عنده الليفر انزيمز عاليه، يبقى انت لازم تتخذ اجراء. ايه الاجراء؟ الانزيم. واحد جاي يقول لك الانزيمات عندي عاليه 300 ومش عارف ايه، اعمل لي فايرال ماركر واوتو اميون ماركر مبدئيا. إيه؟ ده لو انت عايز تخلص يعني. ازاي؟ مفيش، اروح داخل بقى على مين؟ اعمل له الكبر اوفرلود، الايرن اوفرلود، وطبعا هسال بقى at the same time عن الخمره وعن الدواء. انت بتاخد دواء؟ لا. بتشرب خمره؟ لا. طب اعمل لي فايرال ماركر. والله لو الفايرال ماركر طلعت نيجاتيف، طب اعمل اوتو اميون كنوع من التوفير يعني. ساعتها احنا بنقعد
في واحد بقى يروح يطصص كله، اقول لك بقول لك ايه انا دماغي متكلفه ومش طبيعي، اعمل لي كله وخلصني كده على طول. يروح راجل متدبس في باكوين 2000 جنيه تحاليل، ايه رايكم؟ بعد يطلع في الاخر ايه، مفيش حاجه، يطلع فاتي ليفر ولا معلي الانسان شويه. فالراجل يزعل، كل التحاليل دي مفيش فيها حاجه، هو زعلان عايز يطلع فيها حاجه، دفع فلوس. هو ما عظيم زعل، يقعد يبص للدكتور متضايق، بيبقى متضايق يعني انت برضه دكتور يعني، عشان كده يعني. المهم طبعا العين هيجي بريكارنت هيباتايتس لايك، وبعدين البتاع هتترصد في البيزل جانجل، السجون يبدا يعمل لك ايه بقى، شويه باركنسونيزم كده على الماشي، باركنسونيزم و طبيب الرمد يبص في عينه يلاقي الكايسر فلايشر ريلي. وبعدين بقى خلي بالكم بقى من حتت كده، هتلاقي مكتوب بصوا الكفر لما بينزل في اليورين بيعدي على التيبيولز يبوظها، يعمل رينال جلوكوزوريا. يبقى الجلوكوزوريا هنا ده تيوبلر ديفكت، لكن الجلوكوزوريا في الهيموكروماتوزيس ده الديابيتس، واخد بالك؟ في كمان تكه هنا كمان، ان الايرن سوري الكبر بيبقى في السيرم قليل لانه بينزل في اليوم، لكن الايرن في السيرم هيبقى عالي في الهيموكروماتوز. يبقى انت ما تقولش الكبر هاي. في على فكره مش عارف كتاب انا شفت كاتب السؤال كده، ان الكبر هاي في الويلز، لا مش هاي، احنا دي مسربها بقى، ما يعني طول عمرنا عارفين ان هو لو، لان هو فري وبينزل في اليورين وبالتالي بيقل في السيرة. طبعا علاج القصه دي هو الايه؟ الكبر كليكو بيستدامين دواء زي الزفت، في بداله ايه؟ الزنك، مش كده ولا ايه؟ اسيتيل، مش كده زنك اسيتيل، ده كويس. طبعا بقى ايه؟ العلاج بقى الناجع لهذا المريض بقى، ان هو لما الدنيا تبقى بايظه كده ممكن نعمل له ايه بقى؟ ليفر ترانسبلانتيشن. بعد القصه هات بقى البرايمري بيليا. برايمري بيليا عشان دي مساله مرتقبه. ده سؤال متوقع طب اسكندريه السنه ان شاء الله. عارفين طب اسكندريه دلوقتي بقت هي اوسخ كليه في امتحاناتها بعدنا، يعني اوسخ ناس في الشمس طول عمرهم، دي اوسخ امتحانات في العالم يليه دلوقتي اسكندريه. دخلت اسكندريه في الانذار، في حد هناك كهرباء عنده عاليه وعمال يحط امتحانات في التنسيق. بس خلي بالك اقول لكم على حاجه، جميع الجامعات كلها العيال بيبعتوا لي امتحاناتهم على عندي كله كده، الدكتور احنا كذا كذا، احنا طب اسكندريه ما اعرفهمش يعني، بيبعتوا لي بقى الامتحان اقعد اقرا كده، اروح رادد بقى الشتايم وقله الادب والكلام ده، وارسل لهم رسومات وحاجات رد يعني. برايمري دي المرض اوتوميون، قولوا لي بقى المرض ده بيبقى فين؟ فاكرين الحته بتاعته ايه؟ المرض ده نوعه ايه في الباثولوجي؟ نوعه ايه؟ كرانيولوما. والكرانيولوما عباره عن ايه؟ الكرانيولوما هي دي باي دكت اللي جوه الليفر، بتيجي الانفلاماتوري سيلز في الحته دي في البوردر تراك، فتحيط الباي دكت في البوردر فتعامله جرانيولوما. الجرانيولوما ايه بقى عيب الجرانيولوما؟ عيبها ان هي بتعمل فايبروس، ضغط على الباي دكت اللي هي في البوردر تراك، فتعمل انتراهيبات البيليري. خلي بالك انتراهيبات البيليري مش هيسمعها، وتروح عامله لي بقى كوليستيزز. وطبعا بقى الكوليستيزز معروف عنها ايه؟ ان يعني في ريتنشن البايل في الليفر، دي ايريتنت على الهيباتوسايت، وكان البايل اللي حصل لها ريتنشن بمثابه كرونيك ريتيشن على الهيباتوسايت،
فيبتدي الليفر يتعب، وعلى اللونج ران بقى يبقى السيروزز. المرض بيجي في الفيميلز، وبتيجي الست الايتشنج الاول، والايتشنج يجي قبل الجولدز بفتره، يعني ممكن تقعد تهرش سنه سنتين قبل ما يبان حاجه. عشان كده احنا بنلاقي واحده بتهرش لازم اعمل لها الانفستيجيشن بتاعه الانتي مايتوكوندريال انتي بودي. طبعا بقى من عندها بيا ريكونستراكشن الست دي، هتلاقي فيتامين دي مش ابسوربت، فيتامين كي مش ابسوربت، كي بليدنج تندنسي دي، هيجي لها حاجه اسمها هيباتي اوستيو ديستروفي، زي مين الاوستيو ديستروفي. وطبعا كمان بقى الست دي بيقولوا الهرش بقى هل ده لايت سولت ولا هل في سنترال ميكانيزم، وقالوا ان في ماده اوبيويد لايك سبستانس بتطلع في البرين وهي المسؤوله عن موضوع الايتشنج. وانا كتبت لك تحت ميديكال جزء الايتشنج، قلناه امبارح اللي هي البرايمري ميديا سيروز والكونستراكتيف جونز بوجه عام، والبوليسايسين اوبرافيرا، قلنا عن البوليسايسين اوبرافيرا في الهيماتولوجي اللي هي بتهرش عقب حمام ساخن، لو خلي الحمام سخن تهرش جامد. وقلنا الليمفوما، وقلنا الهيموليتيك انيميا والليوكيميا واليورينيا والماليتس والديتس، يعني اسباب الهرش كثيره جدا. جينا طلبنا شويه انفستيجيشن، الاي جي ام عالي، اوعى تنسى الاي جي ام مش الاي جي، و طب الكحول كان مين؟ اي جي اي، هنا اي جي، هنا اي جي ام، وانتي مايتوكوندريال انتي بودي. العلاج لازم اورسو ديزوكسيكوليك اسيد اللي احنا بنسميه اورسوفات، ده مهم قوي. وحاجه تانية كمان اللي هو الكوليستيرامين اللي هو كيليتو من البايل سول في الانتستين، وشويه انتي هيستامينيك. هل بقى هديها اميونو سبريشن؟ يا صح، ممكن ادي، ممكن ادي سايكلوسبوري، ممكن ادي اميوران. بالنسبه للكورتيزون هو مش كونترا انديكيت، بس بيتر تو بي افويدد، لان الكورتيزون هيأجريفيت الاوستيو ديستروفي. خلي بالك ان دي ست كبيره اصلا وهي اللي عندها اوستيوبوروز، والست بقى مايله، فبالتالي دي نقطه مهمه. وطبعا الليفر ترانسبورتيشن بعد كده هتقولي بقى ايه بقى الديفرنشال ديجنوزيس بتاع البرايمري بيلير، هي حاجه واحده اسكليروزي كولانجاس. بس مرض مهم، هو مرض ايه؟ هو مرض انفلاماتوري بياخد الانترا هيباتيك والاكسترا هيباتيك بيلير سيستم كله، ياخدهم كلهم ويعمل بيلير كونستراكشن وهرش وكل حاجه، بس المين يمكن هو اللي اكتر من الفيميل. فحتى اقول لك كل بقى مرض زي البرايمري بيليا اللي بقى بسيجي في الراجل. يعني مره الراجل سال كده، انا فاهم السؤال، الراجل ده كنا احنا كده طبعا جيل من الذين هو عايز السكليروز كولانجايز، وانت لما يجي يقول لك قول له سكليروز كولانجايز. السكليروز كولانجايز كان فيه حاجتين اشتهر بيهم، ان هو اسوشيتد معاه مين؟ الارسل كولايتس السكليروزي كولانجايز، ومعاه الماركر انكا. انت بشوف بقى البرايمري ميديا معاه ماركر تاني، فاذا ايه رايك لما تيجي مساله يقول لك ايه الموست لايكلي كذا، طب ايه الديفرنشال كذا، طب ايه الانفستيجيشن، تقعد بقى تتكلم. وفي الاخر ده بياخد علاج زي البرايمري ميديا، بس هو بينتهي في الاخر من انه بيعمل ليفر ترانسبلانتيشن. نيجي بقى اللي بالصفحه دي يا استاذ، هاتوا بقى الانكفالوبس. الانكفالوباس ما تنساش ان في منها انواع اكيوت وكرونيك. الاكيوت دي هي الفالمنت ليفر فيلير، وطبعا الكرونيك اللي هي البورتو سيستميك شانت. انما مين الانكفالوباس اشهرهم؟ هو واحد عنده ليفر سيروزز كومبنسيتد وراح جاي له ايه؟ بقى دي كومبنسيتد. هذه الفكره بالبريسيبيتيتك فاكتور. وقلنا طبعا المشكله هي البروتينات، وطبعا ال الموضوع دول الايه اللي هما الميديتورز دي لازم عارفينها، اللي هي الامونيا، ويعرفوا الامونيا بتوقف الكريب سايكل في البرين. وقلنا فيه كمان الميركابتنز، وقلنا الفولز
نيورو ترانسميتر، ولازم يبقى عندك القاعده ان الفولس نيورو ترانسميتر بتعمل ايه؟ سببها ايه بقى؟ زياده في الاروماتيك وقله في البرانش طبعاً. بس كانت من الحاجات دي كده تروح جايه في وسط تروح لدعك فيها في الام سي وتبقى نسيت. والجبر دي الحاجات اللي هي الميديتور يعني. طيب جيت قلت لكم انا بقى حاجه اللي العيان عنده ايه؟ هتلاقي 100 مساله دلوقتي انكفالوباسي. انكفالوباسي ده بالهبل تعمل حسابك عليه، تروح جايب لك انكفالوباسي وبعدين يقول لك ايه البرسبتيف اللي في العيان ده؟ فانت هتلاقي عندك ايه بقى؟ البروتين دايت والجي اي بليدنج واللي بياخد دايوريتكس زياده عن اللزوم، لان الدايوريتك بتعمل بيقول لك بصوا القاعده اي الكترولايت ديستربنس بيعمل انكفالوباسي. وبعدين بيقول لك بالذات الدايوريتك بتعمل هايبوكاليميا، والهايبوكاليميا بالذات بتعمل الكالوزز. الكالوزز بيقول لك بيخلي الامونيا ديفيوجن للبرين شديد، بيخلي العيان يتنايل بستنيل على طول. طب ايه كمان برضو هنا مهم ناخد بقى بالنا بقى؟ اوعى تنسى الاسبونتينوس بكتيريا هي. عشان كده يقول لك ايه؟ مريض عنده ليفر وعنده اسايتس وراح داخل في انكفالوباس لازم تحط سكوات، وبعدين هتيجي كاتب لك ليكوسايتس، يبقى ايه؟ يبقى خلصانه، يبقى ده سبونتينوس بكتيريا بريتونايتس واضحه. طيب نيجي بقى نشوف العلاج. العلاج ببساطه ايه بقى ايه؟ العلاج ببساطه ايه؟ العلاج ببساطه ايه؟ انما لاكتيروز وجي اي انتيسيبتك اللي هو الفلاجيل او ده او دواء اسمه ايه؟ ريفيكسامين، مش كده؟ اللي هو قلت لكم اسمه ايه في السوق؟ جاسترو بايوتيك. اكتب اسمه جاسترو بايوتيك، ده جميل مطهر لل ده في مسائل كتير يعني. احنا احتمال نموت كده برضه فيها مودة دي، بس هي كلها حاجات متكررة، كلها متكررة. طيب في بقى علاجات جديدة زي الأنتي بنزودازيبين وزي الهيمو برفيوجن وزي الأرتفيشال ليفر سبورت اللي هو بيمرروا الدم على فايبول هيباتوسايت على تيشو كالشر في أنابيب خاصة. طيب ايه الصفحة؟ هات لي الفالمنت. الفالمولنت بقى يعرفوه لحسن ده خطر ان هو يجيب لك ايه بقى؟ حاله هيباتيك انكفالوباسي بس مش في سيروز. يقول لك الراجل ده الليفر بتاعه كان سليم وزي الفل مفيش حاجه، وبعد حصل كذا كذا زي انكفالوباسي بقى اللي هو طبعا تعرفين انكفالوباسي تلاقي المريض ايه؟ هو الريتابول وابنورمال بيهيفير وعمال يصوت ومش عارف ايه وفلابنج تريمورز وفيتور هيباتيكاس والمسخره دي كلها احنا عارفينها وقلنا شبهناه باللي شارب خمره. طب لما يبقى كده وهو كان سليم ده فالمنت، فالمنت على طول. الفالمنت بقى ليه اسباب بقى، ممكن فايرال خلاص كده على فكره، ممكن خمره توكسيستي يعني باراستامول توكسيستي ايضا، و وايه؟ والريز سندروم. والريز سندروم ده خدناه في الاطفال اللي هو ممنوع الطفل ياخد اسبرين وحاجات زي كده. مكتوب ويلسون ولا لا؟ او الويلسون، على فكره الويلسون ده ممكن يعمل هيباتيك انفلونس يعني. تلاقي هو ديفر كويس لسه ما فيهوش حاجه، بس هو الكبر جه مره تراكم جامد وراح مطلع على الليفر مره واحده، والليفر ما كانش لا سيروتيك ولا لحق يحصل له حاجه. العين هيجي بيكتشر اوف انكفالوباس. طب ايه الانفستيجيشن؟ حاجات تدل على انكفالوباس يعني تدل سوري على ليفر سلفيليا. اهم حاجه المرسوم بالتايم، وخلي بالك من معلومه لو مش مكتوبه اكتبوها عشان انا مش فاكر، اللي هي ايه؟ بروجريسيف ريدكشن في الليفر سايز مع الفولو اب سونار. مش مكتوبه؟ مكتوبة؟ احنا كتبناها سوا، اكتبوها بقى. يعني يقول لك ايه؟ يقول لك تيجي تعملوا سونار النهارده، تيجي بعد اسبوع تعمل سونار تلاقي الليفر سايز قل عن الاول، ايه ده؟ حاجه فظيعه. وطبعا بقى البرسوم التايم والبلروبين ومش عارف ايه وكلام كله جميل. طبعا على فكره برضه ضيفوا
في الهيباتيك انكيفالوباسي وجه العام هاي اموريا، لان هو مفيش تحليل قاطع للهيباتيك انكيفالوباسي. والتحليل هيقول لك ايه؟ ده البلوب العالي، ده البروثرومبين تايم عالي، يعني بيديني كلام اللي هو بتاع تشايلد سي، بيديني تشايلد سي، لكن مفيش حاجه تقول لي اذا الهيباتيك انكيفالوباسي هو مين لي كلينيكال دايجنوستس، ولا يعتمد مين لي على الانفستيجيشن. ممكن يبقى فيه امونيا، وساعات الامونيا تبقى نورمال وبرضه عنده انكيفالوباسي، فالعمليه فاليه. طب ازاي احنا بقى، حتى انا قلت لكم حته كده معلش نرجع لها في الانكيفالوباسي، ازاي احنا كنا بنشخصه؟ احنا قلنا في بري كوما وكوما وصفناهم شويه ابنورمال بيهيفير وفلابنج تريمورز وبتاع. كان في كمان تيست اللي هو ايه؟ الكونستراكشنال اتراكسيا، اللي هو صفحه كام دي يا استاذ؟ كام؟ صفحه 46. كونستراكشنال اتراكسيا، ان العيان ما بيقدرش يعمل اشكال تصميميه معينه، يعني هو طلب من المريض اهو ان هو يعمل نجمه مستخدما عيدان كبريت، ما عرفش يعمل الصوره باينه، والنمبر كونكشن ما بيعرفش يعمل، يعني كل دي حاجات مهمه. نرجع بقى للفالمنت فيلير، هو زيها بالظبط، هي انكيفالوباسي بس معاها كومبليكيشنز تحت، الكومبليكيشن كلها تؤدي في ده، معاها هايبوناتريميا ومعاها هايبوكاليميا ومعاها هايبوجلايسيميا، وكل الفاكتور اوف كوانجيوليشن ما بتتخلاش، يقول العين يجي له ايه؟ يجي له هيموريج. الكومبلمنت ما بيتخلاش في الليفر، يروح جاي له انفكشن، يحصل له برين ايديما، يخش في حاجه اسمها هيباتورينال فيليار، مصايب سودا كلها. ايه بقى علاجه؟ هو علاج الانكفالوباسي والكومبليكيشن. ولكن هذا المريض عشان يريكفر هو يحتاج الى لما تعملوا ليفر ترانسبلانتيشن خلاص العادي، او نعمل له اوكسيليري ليفر ترانسبلانتيشن. الاوكسيليري ده يعني زي ما قلنا بناخد ليفت لوب من واحد ونزرعه للعيان يخدم عليه لحد ما النيتف ليفر يريكفر، وبعدين نشيل بقى الايه الليفت لوب ده ونشوف ندي لحد تاني. يعني ليها طرق كده جميله. طبعا انت برضه خلي بالك، هو الفرنت ليفر فيلير ده العيان بيقعد اسابيع في القصه دي، فممكن في خلال الفتره دي يترتب له زرع، يترتب له حد من اخواته وحد من قرايبه يجيبوه ويروح يديله الليفت لوب، تلاقي الواد ايه؟ على طول. علاج الاسايتس دي الحقيقه قوي نعمل ايه؟ ما الانما احنا بندي، احنا هنا البكتيريا فلورا هي اللي بتشتغل على البروتين وبتطلع التوكسينز، فانا بموت البكتيريا فلورا بالفلاجيل او الجاستروبايوتيك ده، وبعدين بعمل ريموفال لكل الميتابولايت الوحشه من بروتين لميتابولايت في الكولوم، بنعملها ريموفال وانه اديله لاكتيوز عشان يفاكيويت، ومعاه كمان انما. يبقى انت لما تدي انت انما وتدي لاكتيوز انت فضيت الكولوم، ورحت مدي كمان انتيسيبتيك، يبقى انت قطعت القصه تمام. في بقى اللي هي علاج الاسايتس بقى، خلي بالكم بس الاول ما تنساش ان الاسايتس هنا هي السيروتيك اسايتس، بس انا كاتب لك مجموعه من الامراض اللي تحت شويه اللي هي الاسايتس مش نتيجه ليفر سيروس. يعني مثلا هارت فيلير يعمل اسايتس، رايت سايد كونستريكت بيريكاردايس ده اهي. فرنش دايجنوز اوف سيروتيك اسايتس، يعني هل دي مالينجنت اسايتس؟ يعني واحد عنده مثلا ميزوسيليوما في البريتونيوم، ولا عنده مثلا ميتاستاسيس في البريتونيوم من واحد عندها كانسر اوفري، ولا هل دي ميكسيديما يعني برضه اسايتس خد بالك، ولا هل ده رايت سايد فيلير، ولا ده كونستريكت في البريكاردايتس. يعني كل دي اسايتس نوت ديو تو سيروز، وكل انواع التي بي بريتونايتس كمان، قلت لكم تي بي بريتونايتس، قلت لكم الاسايتس دي كلها بتبقى يعني بنعرفها تقريبا ازاي
انك انت ما بتلاقيش طبعا بقى خالص الايه المانيفستيشن بتاعت الكرونيك ليفر ديزيز المعروفه. بعدين اشرنا الى انواع من الاسايتس لوكال في بطنه اللي هي تي بي بريدومايتس والميزوسيليوما والميتاستاسيس اوفري اللي ضربه في البريتونيه. قلت لك الثلاثه دول وحطنا لهم عنوان. اللي ما كتبش العنوان يكتبه معانا هقوله لكم اللي هو اسايتس وزاود لور لمب ايدينا ويز نو كمان ايفيدنس اوف كرونيك ليفر ديزيز. مين العيان اللي عنده لور لمب ايدينا؟ سوري مين العيان اللي عنده اسايتس ما عندوش لور لمب ايدينا؟ وعيد تحاليل بتثبت ان مفيش ايه؟ ان مفيش بتاع زفت لازم. مفيش ليفر ديزيز. يبقى لازم افكر في حاجه لوكال. العيان ايه الحاجه اللوكال بقى؟ تي بي بريتونايتس والميزوسيليوما والميتاستاسيس في البريتونيوم. وطبعا قلنا الثلاث امراض دول بيجابوا ازاي؟ الثلاث امراض دول بيجيبهم باللاباروسكوب. اللاباروسكوب على طول ده كلام مهم جدا. وبعدين جينا بقى قلنا العلاج بتاع الاسايتس. بس ده انهي اسايتس العلاج ده؟ ده علاج السيروتيك اسايتس. وعلاج السيروتيك اسايتس خلي بالكم من هذه القصه علاجه كالاتي. علاجه ان انا بالتركيز لازم اعمل ريسك، لازم اعمل فلوكسكريبشن، وبعدين اكل بالالدكتون ثم احط عليه لازكس عشان بس يسبيري. وقلنا ماكس مندوز الدكتون 400 وانه ماكس مندوز لازكس هنا حوالي كنت انا اعرف شيء ممكن نسكي برضو الالبكتون طبعا بيعيب ويجيب مصر الالبكتون كمان هيعمل هايبر كاليميا. فلازم اخد بالي قوي لو العينين الكبد بيبقوا غالبيتهم كده كده مش كويسه فلازم اخد بالي من كده. بعد كده لو ما نفعش هبتدي اديله البوم انفيوجن. ما نفعش هبتدي اعمله بازل مش كده؟ ما ينفعش ابتدي انا ايه؟ طبعا البازل ان انا لازم كل لتر ميه بشيله ادي اصابه حوالي 10 جرام البومين عشان ما يحصلش في الاخر بقى خالص لما الاقي الدنيا بايظه. جيت قلت لك افكر اقوف وافكر. يعني الحته دي تقول عليها كده اهو if no response اقف وافكر اشوف ايه الحكايه. يمكن الدايوريتك اللي انا بديه دوز مش مظبوطه، يمكن الراجل ده بياخد ملح كتير وانا مش عارف. هل القلب اللي بياخده ده كافي ولا مش كافي؟ هل ولا بقى العيان ده طلعت بقى يكون مالكنا اسايتس ولا تي بي بريتونايتس ولا عنده كيدني مش كويسه وبالتالي ما عندوش جود ريسبونس للدايوريتكس. يعني دي كلها وفي الاخر هعمل دين شرف تيبس و ليبر ترانسبورتيشن. عشان كده انا كاتب لك ريفراكتوري اسايتس. يبقى ما هي ريفراكتوري اسايتس؟ هي الدايوريتك ريفراكتوري. هي ريفراكتوري دايوريتك الماكسيموم دوز اللي مكتوبه. طب ايه اسباب الريفراكتوريس؟ هي الاسباب اللي مكتوبه فوق اللي احنا قلناها. طب ايه علاج الريفراكتوري اسايتس بقى؟ تكمل العلاج اللي هو ما بعد الدايوريتك. لو مريض بياخد دايوريتك ما بيستجيبش عشان كده فكر في الهادو من البازل وكاني وماله في الاخر بقى اللي فيه شنطه وتبس والاخر ترانسبورتيشن. لكن كلمه انتراكتبل اسايتس يعني اسايتس يصعب علاجها بسبب الكلوز. كل ما عدل له علاج يروح داخل في الكلوز. في برضه صفحه كده اللي هي علاج الكورونا برضه هايبرتنشن. قلنا في ميديكال تريتمنت اللي هو ادويه تقلل شويه البورتال بريشر. طبعا احنا بندي الاول مع النزيف رابتشر بيس. يعني بديله علاج ايه؟ بديله علاج اللي هو فلويدز بلاد ترانسفيوجن. لكن في حاجه كمان مهمه انا بديها له، انا لازم ادي بيترسين او ايه؟
او اللي هو البيتر سيم او التيري بريس. يعني الادويه دي بتعمل طبعا البيتر سيم وحش لان ده مش عايز بازو سبيس. التيري بريس احسن هو اسمه كلاير سيم دلوقتي وده بيعمل بازو كونستريكشن في الميزنتريك ارتيريز يوم الفيناس البورتر فين تمام. وفي كمان ادويه اخرى بتقلل البورتر بريشر بس داخل ايه بعد كده فيها حاجات انسترومنتال اللي هو حقن الدوالي. وطبعا حقن الدوالي ده بدا يقل دلوقتي وفي بقى السنج ستيك ديوب دي برضه يعني بتبقى حاجه كده والتبس. اكتب بقى كمان برضه اللي هي باند مايجيشن زودنا بقى اللي هي بعد ايه باند مايجيشن. بقت الباند مايجيشن دي بقت يعني فيري كومن في هذا السيتويشن وبداوا يقللوا قوي حقن الدوالي دلوقتي. في بقى العلاج اللي هو في الاخر بعض شانس كده هبله ما بقتش ليها اهميه بصراحه. يبقى انا دلوقتي لو جيت انا عملت سمري اللي هو في السطح اللي بعدها مانج هو اكيوت بليدنج عندنا ايه تانيين بقى؟ عالج الشوك، عالج البورتال فيناس بريشر عالي، لوكال ميجر، سكيو سيرابي، باند. الباندنج دي لس دي عباره عن ايه؟ اندوسكوبيك باريسيال باند مانجيشن. دي بتبقى سهلة قوي ممكن ناخد دبس وفي الآخر تدريب. يبقى دلوقتي عايزين نقول بقى حاجة مريض الكلام ده احنا بنعمله لمين؟ بص العنوان مكتوب ايه؟ راكتشر فاريسز. فهنروح حاطين ايه بقى؟ هنروح حاطين نكتب طب بيشن ويز ليفر سيروزز. اكتب السؤال وبورتال هايبر تنشن ويز نو هيستوري اوف ما عندوش هيستوري اوف بليدنج ما عندوش هيستوري اوف بليدنج تعمل له ايه؟ تعمل له ايه؟ طالما كده افضل حاجه تعمل له فانتوليشن. يعني في ناس بقى تقول لك ايه؟ ده انا دكتور رحت عملت انتوا عارفين الجماعه اللي هم جابوا الصوبالدي الجماعه اللي جابوا الصوبالدي دول يجي يقول لك ايه؟ ده انا رحت يا دكتور عملوا له مناظير. دول بيقعدوا يعملوا مناظير، سمعت حاجه زي كده؟ يقول لك من ضمن الاوراق مستوفى نعمل مناظير. مفيش فاريسز اوكي، في فاريسز يقول لك اعملوا باد لايكيشن عشان ما نقعدش بقى ندي العيب علاج والعيال يجي له فاريسز متفرقع يبقى احنا ايه برضه ما فهمناهوش ما استفادش برضه. يعني كان لازم ايه؟ هم عايزين ياخدوه على بعضه عشان العيال يستفيد جامد. ده سؤال بعد كده بقى هتلاقي بعد البورتال هايبر تنشن هتحول حته شوفني فين ايوه هيباتوما. ايه الهيباتوما؟ ايه البليدز بول سبكتر بتاعها الشهيره هي فايبرلايت سي وفايبرلايت سي افلاتوكسين. تمام ده سؤال بيجي هنا سؤال هيباتوما ايه البليدز بول؟ ده نزول. وقلنا ايه كمان؟ الايرن. الايرن على فكره وفاليوتا ده بيبقى مشكله. الكبر على فكره ما بيجيش. الكبر ما بيجيش. وقلنا في كلمه كده تحت ان الفيرال بي فيروس بي بيعمل ايه؟ يعمل كلمه اسمها انكوربوريشن مع الجينوم. يعني كده فيروس بي بينكوربوريت مع الدي ان ايه بتاع الهيباتوسايت يخلي بدل ما يحصل فيروس مش احنا قلنا زمان ان الفيروس بيخش الخليه والفيروس يبروليفريت في الخليه. لا ده هنا بقى ايه؟ الفيروس هيخش الخليه وهيندمج مع بتاع الخليه النتيجه بروليفريشن اللي باكو سايت سهلش للفيروس بس. السي بقى سبب السيروز ايه؟ سبب الهيباتوما ايه السيروز؟ تيجي تقلب بالصفحه لا عندك هو لسه الكلينيكال بيكتشر هو مريض ليفر سيروزز وتدهور حاله بقى جندس قوي بقى عنده اسايتس بقى عنده ابدومينال بين عمال يفقد وزن وعمال يجيله حاجات كده باراماليجنا. زي ايه الباراماليجنا؟ انت مثلا بيقول لك ساعات يطلع له ايريثروبيوتين يروح طالع له حاجه شبه الانسولين يعني
يعملوا هايبوغلايسيميا، يعني العيال بصراحه بتبقى مشكله. وجينا قلنا اهم انفستيجيشن، انا هعمل تيومر ماركر الفا فيتو بروتين وصغار، لقينا في فوكال ليجن اروح اعمل سيت سكان على طول. عشان كده هم دايما كل 6 اشهر اعمل الفا فيتو بروتين صغار، لقينا في حاجه طب اعمل سي تي بناين مالجنت، مالجنت تبقى هيباتوما، تطلع بقى الاتباع اللي هم بتوع الهيباتوما. قلنا العلاج في هيباتيكتومي اللي هو بارشل هيباتيكتومي، ده لو المرض لوكال والليفر مش سيروتيك، يعني الليفر كونسيت، عشان انا هشيل له جزء كبير من الليفر لازم يبقى له جزء كويس. انما في بقى طرق ثانيه علاجيه اللي هي الانبولايزيشن، وفي طبعا في بقى اللي هي انا كاتب انبولايزيشن مش كده، فين هي دي؟ انبولايزيشن اكتبوا كمان بقى 2 داش، في بقى حاجه اسمها كيمو انبولايزيشن، يعني بيخشوا بالسايتوكسين دراج ان سايتو. بس هو على حسب يعني حتى الان الموضوع لازم. وبعدين بقى في اللي هو طبعا احلى حاجه في الدنيا زي ما خلاص منطقي، يعني في ناس لازم يبقى لهم فاسيرني راح شاب الليفر رامي وراح حاطط واحد فيه، هو ده الحل بقى. الحلول الثانيه كلها في بقى ريديو فريكونسي مش عارف ايه والالكول انجكشن، هو ريديو فريكونسي كويس. بعد كده هتلاقي فيه السؤال ده مهم قوي، هيباتيك مديول، يعني واحد عمل سونار وليه عنده فوكال ليجن في السونار، طب الفوكال ليجن دي ايه؟ يعني نوديول. طب ايه النوديول دي بقى؟ هل دي ادينوما ولا هيماتوما ولا جرانيلوما؟ ومش مهم الباقي بقى، الجرانيلومات كلها كام؟ دلوقتي تدوس صفحه كده تلاقي فيه مش مهم ده هادي بقى هادي الادابي اللي بره هادي بعد ايوه صفحه كام فيه؟ طبعا الاميبا كده في الكل صح كده؟ الاميبا كده في الكل، الاميبا لو سابت الكولون طبعا هتعمل ديزنس، يديك بقى هيستري اوف ديزنس. الاميبا بتسيب الكولون وتطلع الليفر، وزي ما يقول لك ايه البلاد ستريم بيحرق الاميبا ناحيه الرايت، عشان كده مكتوب لك ان الرايت لوب افكتد اكتر باي ستريمينج افكت. العين يروح جاي لك بايه بقى؟ فيفر وبين سبايك هايبوكوندريا بعدين نرفز. وطبعا الليفر الثاني هنا مش بيكبر قوي، بصوا الليفر هنا مش بيكبر قوي ان انا بقى ايه اجيبه كده مش لارج قوي، فالليفر بيبقى معظمه ورا كوستال ورا نيبس، يعني ساعات بتحط تبينه كده على نيبس كده واروح حاطه كده أسرع واحدة كده دي اسمها الديستريكشن مهمة. وطبعا بعد بقى ما انا اشوف هذا الكلام وفي انتركوستال كده ساعات انا بدوس على الانتركوستال كده تلاقي عنده قلق، وفي الاخر اروح انا اعمل له ايه؟ تحليل الانزيمات الكرانتوستاتيزم اهي مش الكرانتوستاتيزم. الجوندس انيوجوال، انيوجوال اللي هو غالبا فوق كلين اكس ري، لما الليفر يورم كده لما الليفر يبقى فيه خراج كده ممكن يرفع الرايت كوكتا. سونار هلاقي السيست اسحبه الاقي اشوف السوس واحللها مش هيورم ازاي؟ هي دي القصه. يبقى انا دي بروبليم رائعه، واحد عنده ديزل وبعدين جاله الم فرات هايبوكوندريا وتندرنس وعمل شيست اكس ري لقينا رايت سايد بلورال ديفيوجن، ده شكله امبيبي ليفر ابسس بطلع فرايد بلور فيري كومن برزنتيشن. والعلاج طبعا الفلاجيت انفيوجن، وساعات بيجوا معاه احيانا ايه انتي بايوتيك. في صفحه ورا فيها جرانيولوما اي ناس كان استني الهيباتوتوكسين دراجز دي مهمه ايوه، الادويه اللي بتعمل اكيوت زي الباراسيتامول والهيوسين والكرونيك هيباتايتس صفحه كام؟ 71 كرونيك هيباتايز الاي اتش الفا سيل دوبا اللي بتعمل كوليستيزس، قلت عليها ايه؟ هرمونات ومعدات وادويه سكر. وبعدين خدنا ادويه بتعمل جرانيوما زي الالوبيرول على وجه الخصوص،
وجينا خدنا ادويه بتعمل حاجه اسمها هيباتيك بيليوزيس او بيليوزيس هيباتس. قلنا كده بيليوزيس هيباتس او هيباتيك بيليوزيس معناها انجورجمنت اوف بلاد سايت بالبلاد جوينج بره. وقال لك الحركه دي ممكن تعمل مشاكل وممكن تعرض للتزييف، ودي بتحصل مع الانابوليك ستيرويد اللي هم الولاد اللي بياكلوا الانابوليك ستيرويد. وفي ادويه بقى بتعمل بط كهاري وزي الكونتراسيبتيف بيلز ادينوما كونتراسيبتيف بيلز. انما الدواء اللي بيعمل كارسينوما دانازول. دانازول ده على فكره بيتذكر في حتت كتير. دانازول ده بيتاخد في الاندوميتريوزس امراض النساء. دي احنا كبون ماروس ديبلانت اكيد في هيماتولوجي، واتكلمنا عنه امبارح هو بيتاخد في الهيريديتري انجيولوجيك ديما. لو تتذكروا امبارح جبت انا السيره وان هو بيطلع اللي هو السي 1 انهبيتور ده اللي احنا قلنا عليه ديفيشنز في الهيريديتري الجيبروتيك دي ما هو بيحس. في صفحه اسمها جرانديلوما، شوفوا الصفحه دي. تمام؟ 77 جرانديلوما. عندك بقى يهمني طبعا تيبوكيوزيس، يهمني ساركيوزيس، يهمني 77، يهمني سيفلس اللي هو بيسموه الباولو بيتا مش كده؟ يهمني البرايمري ديلر سيروسز بالهايزيزز مش كده؟ في برضه صفحه عايزه تاخد بالك منها كويس قوي البطن ايه؟ واخر صفحه البريفلنس البطن ايه؟ ده هيباتيك بين سيروسز. لما واحد يجي له سيروسز في الهيباتيك بين عارف ده معناه ايه؟ معناه ان الجدع ده عنده حاجه. لو هي ست هشك في الكونتراسيبتيف بيلز. هو يجوها جرابينين و35 سنه ومارد وبتاع وبتاخد حبوب بقى من الحمل ومش عارف ايه. اون ايجز طبعا لو هو بقى ميل وهجيب لك في ميل كونتراسيبتيف ميل بقى يبقى فيه ثرومبوفيليا هو عنده حاجه معينه والليفر انلارجد وتندر والكلام الجميل ده. وطبعا خلي بالكم الحته كانت طريفه اللي هو الهيباتوجين ريفلكس. ده جندر فلاكس ريته ان انا بعمل 1 مينت ابدومينال كومبريشن بايدي. لما انا ادوس على بطن واحد كل الدم اللي في السبلان كريكيريا بيتبعت الى ايه؟ الرايت سايد اوف ذا هارت. فيقوم الفينس بريشر يعلى فالنيك فينز تبقى كونجستد اكتر. بس خلي بالك انا لما اضغط على الابدومين لما هيفلت هيروح على الايه؟ على البورتال فين؟ وهيخش جوه الليفر ويخرج من الليفر عن طريق هيباتيك فين ثم الى الرايت سايد اوف ذا هارت. فاذا كان الهيباتيك فين اوبستراكتد يبقى الهيباتوجاجلر فلكس نيجاتيف. عشان كده اقول لك ايه؟ ان الراجل ده ما كانش عنده كونجستيف نيك فين وما كانش عنده بوزيتيف هيباتوجاجلر فلكس عشان يلغي عندك قصه الرايت سايد اوف ذا هارت. لان انا الرايت سايد اوف ذا هارت في فيليا في كونجست ليفر ولارج ليفر تندر ليفر مش كده ولا ايه؟ فدي نقطه مهمه. طبعا انا بشخصه بمنين؟ الدوبلكس والسونار وهكذا. في بقى صفحه البريجنسي في الخلف ليفر ويز بريجنسي. الست الحامل بيجي لها اي فيرال انفكشن، الست الحامل ممكن يجي لها جولستون، لكن في هيباتايتس اي اشتهرت ان هي ممكن تعمل فالمينيشن في الحامل. الحاجه الثانيه كمان دي مهمه كوليستيزيس اوف بريجنس. ودي على فكره فيها فاملي هيستوري، لان كوليستيزيس دي فيها فاملي هيستوري. والكوليستيزيس اوف بريجنس دي بتتحسن لوحدها. ولو في هرش ما يمنعش ندي انتي استاميني، ما يمنعش ندي كوليسترول. في بقى نوع تاني من الامراض اسمه هيلب سندروم. والهيلب ده واحده ست جالها توكسيميا اوف بريجنانسي وقلبت معاها الدم. كلمه هيلب حروف اتش هيموليسيس
BL elevated liver enzyme LP في الاخر يعني low platelet. الست جاية حامل وعندها توكسيميا ولقينا الانزيمات عليت ولقينا البليتلت وطيت فرق انت ازاي؟ فده بنسميه هيلب سندروم. هيلب سندروم ده فيتال ديزيز فلابد ان احنا توتال منين بريجنانسي immediately. لان التوكسيم اوف بريجنانسي ده بقى السنه الجايه مجرد ان انا افضل الحمل كان الست بقى كويس. بس ناخده بقى بريك كده نتصلي فيه كده فايف ربع ساعه بعد نبدا بقى نحل. Thank you.